الحمد لله. دابا العمليه ولات تكون مزيانه، لان سولوتي قرضوا الحواله ديالهم في النهار الاول ديال العيد. حنا عاوزين بمساعده الدستر قدموا للكليان اون فاس باش نكملوا من السلاخه، تنجيو تنحلوا المحل ديالنا ديريكت. يعني التكراد هذا العام دينا مع 12، بقينا خدامين الحمد لله حتى الوحده الليل، يعني الناس اكثريه كلشي قرض البارح، ما بقاش عندنا ذاك المشكل ديال الحموله تيخنز. يعني الانسان يعني المشكل الوحيد اللي ولا تيكون هو الانسان اللي ولا تيذبح العشوائي، العشوائي ولا تيخلي فيه بزاف ديال الحوايج لداخل ديالو، هذيك اللي كتخلي اللحم يخنز. هذا هو الحمد لله، ولاو الناس تيحترموا الامن، وتجي تيحط الامانه ديالو الحولي ديالو، تياخذ الورقه ديالو ديال البون ديالو، تمشي تيريح اتساع تيراقب الحولي ديالو من البعيد. عموم الناس الدراوش كلشي 50 درهم للبهيمه، الاغلبيه ديالها 60 70 80 حتى 100 درهم. حنا هنايا الحمد لله في حي بيعات معروفين تنديروا الجوده الدرويش، واي واحد يفصل الحولي ديالو ب 50 درهم كبير صغير. تنقول لك واحد الجو مناسب مزيان، واخا كاين شويه اكتضاض، الناس خصهم يصبروا شويه، والجزار عاوتاني كيسهل الماموريه، كيلبي كاع الرغبات ديال الزبون ديالو، اي حاجه بغاها، كوتليت، قطبان، بروشيت، الطاجين، الضلعه، اللي بغا، الكفته، اللي بغا. احنا ما دايرينش الطريفه، حيت الزبون معاك ديما العام كامل معاك، ما تقدرش دير لي الطريفه. الاجواء انتم كتشوفوا الحمد لله كاين الكليان بزاف، والحمد لله راه كل عام كيجيو الناس هنا باش يقطعوا اللحم ديالهم، باش كيتقطع مزيان على طريقه فنيه. والجزار عنده ماتريال مجهز، المنشار عنده ماتريال، اصلا هو معلم حريفي، ما يمكنلكش تقطعوا في الدار لان انت ما تعرفش تقطع هذاك الشيء، كتضربوا كيجي هذاك الشيء ماشي هو هذاك. الجزار الحمد لله معلم فنان. اولا قبل كل شيء، حيت التقطيع ديال الدار ماشي هو التقطيع ديال الجزار، ولا الجزار عنده المنشار ديال الضو، ما كيكونوش دوك الفريتات لي كوتليت يكون ناضي. كاينين الناس اللي كيبغيو كفيته لي كوت ستيك طاجين، داكشي كيمشي متيول. الجزار تكون عنده تقطيعه احترافيه، غير هو الدكراد كان نهار العيد، نهار ثاني عيد شويه على ود الحال سخون، حيت الحواله يعني الا خليتيه تبات حتى لغد ليه شحال من واحد خنز ليه شحال من واحد كلاه شحال من واحد زرق له. اثمنه ديال تقطع اثمنه مناسبه، بعدا انايا مع هذا الوباء اللي داز وداك الشيء اللي عطاني بسم الله الله يخلف، ما دايرش واحد الاثمنه اللي هي محدده، حنا دايرين تسهيلات يعني مع الناس، ما كاينش غرام ديال المشكل. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.